لا لا ابدا، نحن من كم يوم كان عندنا تحرك، كان عندنا وقفه لكل الروابط المعلمين بقدام وزاره التربيه، لانه منو معقول المعلم راتبه ما عاد يكفي 3-4 ايام. نحن صرنا اذا بدنا نفوت على المستشفى بندفع اضعاف رواتبنا بس فرق الاستشفاء، لانه تعاميد الموظفين مش عم تغطينا. اول شيء نحن عم نحكي هون باسم معلمين وباسم روابط التعليم الرسمي، ولكن حاحكي عن الزملاء بالتعليم الخاص واقول انه كل المدارس الخاصه كمان عملت واجباتها بالتعليم اونلاين. القرار كان من الوزير انه نحن نضلنا عم نعلم عن بعد. وشوف انت التعليم عن بعد قديش كان في صعوبه بالنسبه للتعليم الرسمي، لما اولادنا نحن ما عندهم تليفونات، ما عندهم تابلت، ما عندهم لابتوب، الدوله ما عطتهم شيء، ما امنت لهم شيء، كان 4-5 اولاد عم يدرسوا على نفس التليفون، تليفون الاب او الام لما يرجعوا على بيوتهم، المشكله كان كبير كثير. نحن اللي عملناه ضلينا مصممين انه نتخطاها، صرنا نساعدهم بارسال اوراق نصورها ونبعثها من المدرسه، عملنا اكثر شيء ممكن نقدر نعمله. معلمين الساعه 9 بالليل و10 بالليل كانوا يردوا على الاولاد لما ساعتها يقدروا يعرفوا دروسهم، يعني يجي ابوه من الشغل يفتحوا التليفون ساعتها يتواصلوا مع المعلمه ليسالوها، كنا 24 ساعه بنرد على تلاميذنا، عملنا اكثر شيء ممكن باللحم الحي، ولكن اخر شيء لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الدوله ما عملت اي شيء، وزاره التربيه ما امنت للطلاب تابلت لحتى يقدروا يتابعونا، ما عملت لهم لابتوب، نحن عندنا مشاكل، المجتمع عندنا التلاميذ المنهارين اهلهم، في فقر، في تعتير، في جوع، كيف يتابعونا؟